الحقيقة يمكن هذا الملف تحديدا يعني طالوا العديد من الإنجازات. خلينا نقول إن كان في طفرة الحقيقة. خلينا نعرف من حضرتك كده في البداية رؤية الدولة المصرية لأهم وأبرز مكان يحتاجه هذا الملف أو هذا القطاع تحديدا. حضرتك يعني أنا أعتقد أنتوا شاهدتوا معانا خلال السنوات اللي فاتت وكنا متابعين سويا الإنجازات في هذا الملف ونجاح مصر في إدارة أزمات شديدة جدا زي أزمة كورونا وأزمات أخرى كثيرة. إنما أنا فعلا أؤكد إن احنا نشهد يعني فترة من النشاط الكبير جدا والدعم، والحقيقة هو الموضوع بيبدأ حقيقة بالدعم أو الإرادة السياسية بوضع الرعاية الصحية ضمن الأولويات القومية ودعمها باستمرار بحيث نبدأ بدعم البنية التحتية اللي هي التوفير الملائم لمؤسسات تقديم الخدمة الصحية وأيضا دعم الكوادر البشرية، وهذا بيتأتى أن الأماكن الصحية التي تقدم الخدمة، ويمكن آخر توصية لفخامة الرئيس واللي أعلن عنها دولة رئيس مجلس الوزراء امبارح ان الرئيس طالب دعم الخدمات الصحية وبجودة، وهو ده فعلا هدف قومي كبير جدا. صحيح. يعني إتاحة الخدمة الصحية تكون بجودة متميزة تماثل تماما بالمعايير العالمية في هذا المشروع. وطبعا احنا بدأنا بمبادرات رئاسية زي ما حضراتكم قلتوا، والحقيقة هذه المبادرات أبرزت أشياء كثيرة جدا، إن احنا محتاجين دعم المواطن المصري في كل بقعة من أرض مصر. طبعا المدن الجديدة موجودة، عدد السكان بيزيد، الحاجة لهذه الخدمات الصحية بتزيد، وخرجنا من إطار بعض الأمراض المزمنة زي التهاب الكبدي الوبائي وزي الأمراض المتوطنة زي البلهارسيا والإنكلوستوما، والحمد لله قضينا على شلل الأطفال وأمراض أخرى كثيرة جدا. ما بنتكلمش على حصبة ولا سعال ديكي، كل دي أمراض مزمنة كانت بتستنفذ جزء كبير جدا من الجهود الصحية، وبدأنا ندخل في عمق الخدمات الصحية وقاية وعلاجا، الكشف المبكر عن الأمراض، علاجها، متابعة المرضى. كل دي الحقيقة ملفات كبيرة جدا، وزي ما بقول دايما الخدمات الصحية هي خدمات ديناميكية. أي. كل يوم في جديد، كل يوم في تطور، كل يوم في جديد وتحديث هذه المنظومة.